يونس منقاري، شمل عمراني، مراد لمسن، عبد الرحيم بن كجان، محمد بن رابح، يوسف رابح، بكر الهلال، ياسين الكحال. دوري مشاهير في قطر، نعود للديربي الذي نتمنى ان يفي بالغرابه اليوم. يلبس اسود في اسود وكانه يقول للجميع على انني محايد، لن ارشح كفه فريق على اخر. هذه اصعب وابرز فرصه خلال الجوله الثانيه. مشى الكره من جديد، كره مرفوعه، فرجه خلال الجوله الثانيه، كره على المقاس، قال له هذه هديه لكن رفضها، رفضها ومشت بعيدا عن مرمى الحارس خالد العسكري. هنا كره من الرقم 11 ياسين الكحل. جوله ثانيه تختلف لحدود الساعة عن الجولة الأولى. 52 دقيقة والنتيجة 0-0. سريعا للوداد، لاعب يظهر في المعادلات، الكرة من حافظ المحسن متولي، كان عنده الفرصة وكانت عنده المساحة لتسديد، فضل المراوغة وبحث على ضربة جزاء لكنه لم يكن مؤهلا لاصطيادها أمام لاعبي دفاع لكم في وقت لاحق. كرة مرفوعة ونادر لم يعرف المكان المناسب، زاني كما كان نوعها، لأن الأجواء التي تسود في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس تعلو ولا يعلى عليها اليوم. كرة تعود للوداد، نادر المغري، تد من بكر الهلالي، اختار الوقت والزمان المناسبين لكي يختبر خالد العسكري اللي كان في الموعد، اللي كان في المكان السليم والموعد السليم ليبعد الخطر عن مرمى. هنا الإعادة لفرصة أخرى تضيع للوداد في الثلث ساعة الأولى من الجولة الثانية. الوداد أفضل، الوداد أكثر خطورة، وما تأكد من التلاميذ التي أتيحت له مطلع الجولة الثانية يضيع فرصة أخرى. مشات كرة من جديد للرجاء في فيوما بيدي. عادة متابعة هذه الصورة، فلن ينام الليل، نعم فلن ينام الليل ولا النهار، نعم لأنه في الكرة الأخيرة تساقطات الخير على مدينة الدار البيضاء. نتمنى ويجي معها خير أهداف، نتمنى ويجي معها أهداف فيما تبقى من زمن المواجهة على بعد ما يقارب ربع ساعة عن نهاية مباراة ديربي الكاس. مباراة ديربي الكاس التي انتهت بخمس انتصارات لكل فريق خلال السنوات السابقة على امتداد سنة الإعادة. نتمنى نشوفوا الإعادة من بدايتها والكرة من بدايتها. هنا مشى بها ياسين الصالحي، اظن انه ما كانش احتكاك في الزاويه اللي شفناها. هنا زاويه اخرى، مشى ياسين الصالحي بكورتو في منطقه الجزاء، يعني الاحتكاك نسبيا غير موجود كوجهه نظر شخصيه فقط. اترك لكم الحكم، لكل منكم حكم خاص به، لكن الحكم الاول والاخير كان لهشام التيازي لانه كانت عنده زاويه رؤيه جيده، وحتى الحكم المساعد الاول كانت عنده زاويه رؤيه جيده، وبالتالي قال انه ما كانتش الضرب على ما تعوده في مشواره الاحترافي. هنا الاعاده، حمزه مرزوق كانت كيف الكره الاخيره، وجد امامه نادر المغري، رفاق في المنتخب الوطني المغربي المقبل على مواجهه منتخب توغو بنفس الملعب الاربعاء في السابعه مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس. مباراة أكيد أنا مهمة. رشيد يسجل الهدف من هدي الرفيق، وأظن بكري كوني ومن مرر تمريرة الهدف يجد لاعب لوحده، والحاج سبق فابريس أنداما، ما تجاوبش كما يجي مع فابريس أنداما، ومن صنع الهدف هو الإيفواري بكري كوني، هدف بصناعة أجنبية بماركة أجنبية، هدف لصفر والسبع دقائق الأخيرة. السبع دقائق عيب وصعيب بزاف على اي فريق انه يستقبل هدف مباراة كأس على بعد ست دقائق، ولو انه رجاء في مباراة اولمبيك اسفي عاد ومن بعيد بعدما كان متأخرا بهدفين لصفر، وعاد وسجل هدفي التعادل وتعادل امام اولمبيك اسفي، وهو ما يبحث عنه في الدقائق الاخيرة من هذه المواجهة التي لم يغري. الكرة تسدد، ما زال الخطورة، كرة بالراس مبعدة من دفاعات الوداد، تعود هنا الإعادة، حمزة بورسوق فاد الكرة على الخط، إعادة أخرى قد تتضح كرات أخرى، لكن القرار الأول والأخير النهائي كان لحكم المواجهة. هنا الإعادة، مشى بالكرة حمزة بورسوق، فيها حديد كثير، ضربة جزاء رجاء،
يتلاقوا مع من يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في القرارات التحكيمية وهشام التيازي، وإما سيتساءل على ضربة وجه لوجه الكرة وسدد الهدف. جول، هدف التعادل يلهب النيران، يلهب الأحاسيس. دقيقة 89، دقيقة 89 حسن حظنا شفنا هدفين خلال الجولة الثانية، وذلك ما كنا نتمناه. لا يهمنا الطرف الذي سيفوز ويتأهل للمباراة النهائية، بل الأهم بالنسبة لأي منا هو الاحتفال بالأداء الجميل الذي لن يتأتى إلا عبر الأهداف. مشاهد كرة للوداد الذي سيبحث عن هدف آخر.